بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على رسول الله. معكم ذهب فتحي من بنة ذهب للألبان والأجبان بوادي سوف. الفكرة عندي مدة قاعد نخمم في مشروع مليح لبلادي يفيد البلاد. خممت ودرست في المشروع مع العامل، عندي زوجة من بسكرة مزيبان. طرحت علي الفكرة، قالت لي احنا في بكرة في بسكرة هذه ناجحة ما شاء الله تمشي. درستها والحمد لله وفقني الله، والشكر يرجع للزوجة الكريمة والوالدين، ورضى الله بالله برضى الوالدين والحمد لله لك يا ربي. والأمور في تحسن وفي التجديد، ورانا مع الألبان والأجبان، والكليون ديما في تزايد، واللي جينا يفرح بينا والحمد لله، لاقينا عندنا غير الخير والحمد لله. والألبان اللي نخدموها نخدموا القوتة، نخدموا جبن بالمخللات، نخدموا الباء، نخدموا الكسرة، نخدموا الأبراج، نخدموا البن، نبيعوا التمور بجميع أنواعها، ومن حسن إلى أحسن وفي تطور ملحوظ إن شاء الله. وإن شاء الله في القادم مش نزيدوا نطوروا إن شاء الله المشروع تاعنا، وزيدوا نوسعوه، ممكن نزيدوا نقاط أخرى في أماكن أخرى في ولاية الواد، ولما لا في تغزوت، في قمار، في ما ممكن الإنسان، لنا طموحاتنا متوسعة هنا. والواد شيء هذا نقص، أنت في خدمة الألبان والأجبان ما كانش حاجة زوز في الواد كلنا، مهنة وحرفة، ورانا في التجديد. تفضل سي عبد الحق. والله ننصح الشباب البطال، إنسان يفكر مش يروح يخدم يصدم على مشروع عكاكا وبعد يقول خسرت. لا، الإنسان يحاول ديما يبدع، يحاول ديما يجدد، خلني من مشروع لكل الناس. لا، يدير قطاع محتاجات الولاية، ما نديرش قطاع عند الناس كل، لأن القطاع اللي تتضخم نديرو بروحنا ما يخدم، هو نخدم احنا، على الأقل نديرو قطاع عنده احتياج عند المواطن. وفي المستقبل إن شاء الله خير إن شاء الله. راني فاتح في حي النور طريق تقرت بجانب مقهى منا، وعندي منا جيراني تاع الشاي تاع معوش، وفي الطريق الكبير إن شاء الله. نتمنى النجاح والتوفيق، ونتمنى كل زبون يكون راضي علينا، ونغلطنا معاه يقول له ربي يسامحنا، واللي يرضيناه ان شاء الله نزيدوا نرضوا اكثر من خير من هكا. ونطلب التوفيق لكل الشباب والهدوء ان شاء الله، والسلام الامن والاستقرار الوطن ان شاء الله. يعني محل ما شاء الله، يعني كل واحد يحكي الشيء اللي راه شافه، يعني من ناحيه النظافه، من ناحيه الاستقبال، من ناحيه الحاجه الطبيعيه. احنا رانا كل روحنا للبيتزا والمايونيز، ها هو الصحه، الصحه راه هنا، البن طبيعي، التمر، هذه الحاجات الصحيه. وانا بكل صراحه راني نجي من ورق، لازم نجي نزور البلاصه هذه، نجي يا خويا لازمني هذا طاس حليب، لازم شويه تمر يا أخوي. الاستقبال والنظافة ما شاء الله، وربي يوفقه إن شاء الله. وننصح كل واحد أخويا يزور المحل هذا، مش راني نشهر فيه ولا، يعني حاجة واقعية. احنا حتى أولادنا ماذا بينا نعلمهم يشرب الحاجة الطبيعية، ويأكل التمر، ويأكل حاجات المنفعة. هذه هي لازم هكذا. ومحل يعني هو جديد ويسر، الناس ما يعرفوش، يعني كان لحقوا لكم ميساج هذا. إن شاء الله كل واحد يزور أجبان والألبان ذهب، ومرحبا بكم اخويا ما شاء الله. هاو فيها الرقساس، فيها الجبن، فيها الزيت يا اخويا، تتغدى هنا بالطبيعي وتروح بحاجه قليله، يعني حتى حاجه رمزيه تاكل هذا وزيد مع هذا، ما با 10000 فرنك وانت متغدي بالطبيعي.